حلقة جديدة من لعبة حرب البالونات. يا شباب، اللعبة موجودة بجميع المنصات ما عدا سوني والاكس بوكس، تقريبا موجودة على الجوال، موجودة على الاندرويد، الايفون، البي سي، واللعبة مو مجانية الا بحركاته وبركاته. يا شباب، اليوم راح نجرب اغلى شخصية باللعبة. وات؟ يس، اغلى شخصية باللعبة، مكلفة جدا 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 يا شباب. نجي هنا ونجي هنا. يعني يا شباب، انتم تشوفون الشخصية صح؟ حتى نودي شباب وياكم. دقيقة، اول شيء نحط هذا هنا، بعدها نجيب هذا هنا بالضبط، بعدها يا شباب نبدي كذا وناخذ لنا قرنقوشو على خفيف. تبتشوفون الشخصية بعد ما حط البنوك، خليكم تشوفونها وتقولون قفلوق والله كلامك صح، والله كلامك مظبوط، والله يا قفلوق انك حكيم يا شيخ. حكيم يا شيخ، نعم حكيم يا شيخ، صحيح. ليش؟ لانه والله مكلفة يا شباب، والله الشخصية غالية جدا، فلازم وشو كذا يعني. اوكي، انا قلت لكم بعد البنوك اوريكم شخصية. هذه هي شخصيتنا، قيمتها 2,160,000. قوتها انا ما جربتها، راح اجربها وياكم ونشوف هل هي تستحق هذا المبلغ او لا، لكن ضخم جدا. نجي هنا نبي 48,000 و 37,000، يعني هنا يبي لنا 150,000 غير المليون. والله واجد يا جماعة، عليك كذا قاعد افكر انزل لي واحد كذا عن الخاطر. الموضوع مكلف يا شباب، انتم متخيلين احنا كم لازم نجمع يا جماعة؟ مليونين. الله يرحم والديكم، المبلغ كثير، والله كثير يا شباب، والله يعني عطني تسريع يا ودير، عطني تسريع. نحن نستطيع يا اساطير، نحن نستطيع، احنا قدرنا على اللي اغلى من هذا الشيء، مع انه ما في اغلى من هذا الشيء باللعبة، تمام، لكن قدرنا، استطعنا، سوينا، فعلنا، صناديد، اساطير. مو جديد علينا، كل المتابعين قفلوق اساطير، وعارف انه يعني الله. تذكرون يا شباب بالحلقات القديمه، ياما خسرنا مع بعض، ياما لقمنا مع بعض، ياما فزنا مع بعض. يا جماعه اللي بيننا شيء عميق يعني. الله، هو ينفع كذا يا رجاله؟ لا ما ينفعش. تعال عطني بنك، المتى تجمع بنوك؟ والله يا شباب الله اعلم. الله اعلم يا عيال، ارجوك 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 بسرعه. يا ساتر يا شباب، راوند 40 راح يجينا منطاد الازرق، وحنا ما احنا مجهزين ولا شيء، كل المبالغ اللي قاعد نطلعها قاعد نقطعها على البنوك، كل ثروتنا قاعدين نستثمرها يا شباب. بس هذا لصالحنا بالنهايه، هذا لصالحنا. لا ما راح اضغطتين هنا، لان كم مره اضغطها واضيع. عطني كذا الحين، عادي الحين يزي، طلعوا فلوسكم بالضبط ارجوك. يا سلام، عندنا 1 2 3 4 5 بنوك، والله ما يكفي، تمام. بس عاد يا شباب يعني بالضبط. يا ساتر، نعطيها سرعة فائقة خفيفة ونشوف وين راح نوصل. يا سلام، سرعة فائقة، حلو. نرجع الحين للوضع الطبيعي، نبي 16,000 عشان نطور أول بنك للتطوير القبل الأخيرة. الحين هذا عن ثلاثة من هنا. لا 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 يا رجالة، ما اتفقناش على كده أبدا أبدا. أيوه تمام، الحين نبي نبدي نرتب شوي الوضع، مع اني أوكي تو والله إنه يمدي. ترى قاعد أفكر باستراتيجية تكون شوي رفيعة المستوى. شفتوا استراتيجيتي ولا باقي؟ يا جماعة هذا 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 أسطورة الأساطير. لما تسوي له كذا، 1 2 3 4، أيوه شوف السوبر مانكي يشتغل، لأن المدى لين هنا، لكن لما تسوي كذا تسوي كذا المدى لآخر الدنيا، هذا اللي أنا أبيه. تمام، تعطيك كذا تطويرتين، يا سلام. يوه لو أطور يمه، لا 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 لا. بعدين خلاص كافي، لان هنا خلونا نطور بنوكنا يا شباب، لان نبي بنوك اليوم، البنوك. فالوضع مرعب صراحة، بس انه وشو احنا رتبنا
بعض الأمور اللي يفترض أنها تسهل الوضع شوي. أيوة، لأن ما بقى شيء يجينا هذا الشيء، فنرتب أمورنا ونسنع شغلنا. تمام، ممكن هذا ترى مو سهل بالضبط، بس اصبروا خلونا نرتب استراتيجيتنا يا شباب. لا مو انت، خرب بيتك انت علينا. ايوه كذا كويس، كذا كويس. هذا يشمل، يا سلام يا جماعه، تعال عطني الكيميائي. ايوه هنا، يا سلام. وهذا ينزل هنا، يا سلامين. هذا يجي، والله يجي يا عيال، يا سلام. وانت هنا، والله بطل. وتطور البنك، حنا نعدي بس بالضبط البداية يا شباب. نجي هنا، تعطيني كذا انت، يا سلام عليك. شباب، المبلغ اللي جاي قدام ضخم جدا 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 جدا، بالضبط. فنحتاج الفلوس ضخمة جدا جدا جدا. فهمتوا قصدي؟ والله حتى انا فهمت، وانتم فهمتوا، كلنا فهمنا. ايوه، لقم لقم، ايزي بيزي. هذا اللي انا ابيه يا شباب، هذا اللي انا ابيه، انه يلقم. اوكي، يا سلام، كذا كلهم زادوا. الله. هنا كانك مو شايف، وهنا كانك مو داري. يا سلام، خل هذا الحين يعزز الوضع الى ما نضبط بنوكنا ونضبط امورنا. صح صح، مزبوط مزبوط. ارجوك، انت تستطيع؟ نعم يستطيع. اديها ما ترحمهاش، يديها ما يرحمهاش. ادعس ابوها بعد. روح يا مدير، بعد هنا. ارجوك 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 ارجوك، يا سلام يا سلام. تمام، الحين ركز شوي يا عيال. هنا هذا قاعد يبطئ، وهذا هنا كذا. يا سلام، خله شغال كويس الحالة، خله بالبداية، خله بالواجهة. هنا الوضع كويس. هنا عشان وشو يزود لنا الدمج الموجودين ويضبطهم. اوه ماي جاد، واجد يا شباب واجد. يا ساتر، اغلى شخصيتي بمليونين، وانا ما عنديش حاجه يا رجاله. احنا عندنا ظروف، قدر الله ما شاء فعل. تمام، هنا لو الزق كذا البنك هذا هنا، وهذا ايوه ارجوك هنا، وهذا هنا. تستطيع؟ يستطيع يستطيع يستطيع. اصبروا. يا سلام. طيب الحين هذا ضبطناه المفروض المره طافت، صح؟ صار المدى حقه كبير. لا، يا سلام، هنا اكبر. الله عليك، جمع لي فلوس هذول، جمع لي قرنقوشو. نبي بنوك يا شباب، والله العظيم فلوس الدنيا ما تكفي. طيب هذا يجمع، بس هذا مدام مره صغير، فيمكن لو نحط بنك كذا هنا وهنا، يعني بالضبط كذا. الاولى كذا، الاولى كذا، الاولى، الوسطيه الوسطيه الوسطيه، هنا الاولى. يا سلام، راح نستفيد منك، لا تشيل هم. لا لا، ماني ناسيك، والله ماني ناسيك. هنا يا شباب تطور الوسطيه، اللي اساسا حاليا ما راح نستفيد منها، خلها كذا عشان نطور البنك يا شباب. نطور البنك يا جماعه، احنا نبي مبلغ فلكي. والله يا شباب احنا نحتاج مبلغ فلكي. ف كان ان الوضع كويس، خلونا نطور بنوكنا ونسنع الوضع الاقتصادي عشان نستطيع. شوفوا كميه البنوك يا شباب، ويعني عادي اني ازود زياده، ما عندي مشكله، ما عندي اي مشكلة ترى ازودهم اكثر، لان الوضع يا جماعة مرعب. اوكي هنا، والله ما ادري. اوكي،
احنا نحط الوسطية كاملة. حلو حلو، عشان هم يعطينا شوية قرنقوشو. وهنا وسطية كاملة بالضبط كذا، زودنا يعني بالضبط الوضع شوي يعني حسناه. هنا نبي 100,000 وهنا نبي 100,000. والله واجد، والله واجد، والله واجد. عطني السرعة الفائقة. ايوه هذا نطوره عشان ما نلقم يا شباب. بالضبط هذا نطوره عشان ما نلقم. الحين نبدي نجمع شوي برياحية. ايوه السرعة الفائقة يعني مسوية دورها وبزيادة. جماعة كلهم شغالين، والله ما ادري كيف المدى هذا. جماعة خرافي. عطني اول 100,000. حلو انزين نجي هنا. تعال انت. لا هذا تمام، هذا كويس بس مو الحين. هذا تدرون متى يصير كويس؟ لما تجي تسوي هنا كذا، بعدين تعطيه كذا. الحين كويس، الحين كل مرة يسوي الالتي حقه ويعطيني فلوس. كم طلع؟ 70,000، 22,000. عطني، يا سلام خلصنا هنا. دعوسي دعوسي، كمل كمل. هنا 100,000. كويس 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 كويس. ترى قاعد افكر كثير كذا، في لود براسي. انت تستطيع؟ نعم نستطيع ان شاء الله نجمع الفلوس بالسرعة الفائقة. يعني نحتاج جماعة قرنقوش، وش فيكم يا عيال؟ يا عيال انت المفروض الحين النجم يعني الساطي الاسطورة. اوكي يا شباب جمعنا مبلغ كويس، جمعنا مبلغ كويس صراحة. يعني راوند 92 ومعنا 600,000 كذا. وانت تناظر تعطيها لايك، عرفت؟ وانا اصب لي شاي. يا سلام يا شباب، انتم تدرون كل حلقة انا وش اسوي. لما نجرب شخصية بهذه الطريقة راح نبيع كل شيء ونستخدمها هي لحالها. هاها راح نفجر ام الدنيا يا شباب. قربنا نجمع المليون الاول عشان نطور تطويرة البنك المدموجة. بعدها وشو؟ يا سلام اعطوني كتاب جديد، احلى من يعطيني كتاب. نطور ونهندس ونمندس. حلو قربنا قربنا. يعني هذا لو ابيعه كذا اسوي هذا كذا. لا 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 مو بكيفك مو بكيفك. الله عليك جمعنا المبلغ شيء بسيط. يو بغيت ابيع هذا عندي. جبت العيد انا؟ لا اشوى. ايوه يا سلام يا سلام. الحين وش تسوي؟ ترجع السرعه العاديه. ايوه ايوه وتبدي وش تسوي؟ تهندس وتمندس. ايوه احنا الحين نحتاج التكملة. زين التكملة هنا هنا. نعطي هذا الأولى كاملة وهذا الأخيرة كاملة. يو سلام. الحين نبدي الهندس. تبيع هذا تبيع هذا تبيع هذا. لا انت خلك. ها والله بعيد يا جماعه، لا ودي اقدمه شوي. لا ابيعك انت زين واجيبك هنا داخل مدى هذا داخل مدى هذا. لين تسوي كذا يا ساتر. لا نكمل نبيع يا شباب، نكمل نبيع، نكمل نبيع. نبيع نبيع الهيرو. نبيعك انت ونبيعك انت ونبيعك انت بعد. يا سلام وانت بعد. والحين نعطيها التطويرة الأسطورية الإفجورية الخنفشارية. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. يا سلام او ماي جاد شوف الحجم. وات يا شباب يا جماعة يا جماعة شو حجم الشخصية؟ شغل وش اللي قاعد يطق؟
انا ما ادري ايش قاعد يصير يا شباب. 10,000 اعطاني. ابيع هذا وابيع هذا وشغل وندعس. لحظة. وات؟ انا مو قاعد اشوف شيء هنا يا شباب. هو ترى مرة بعيد، يعني قاعد يطق برا المدى حقه، تعطيك كذا مع تسريع. يا ساتر، شوف هنا، شوف هنا يا جماعة، أنا مفجوع من قوته. يعني شوفوا، مرة مكلف، غالي مرة، تمام، وما أدري وين راح يوصلنا أصلا. يعني حتى الحين شوف، أنا شغلت السرعة الفائقة، نبي نشوف وين راح نوصل. هل راح نوصل راوند 150؟ ما أدري، ما أدري يا شباب. بس حجم عملاق، عملاق يا شباب. يا جماعة هذا المفروض اسمه شو؟ مو تلميذ الكاهن، تلميذ العملاق. كذا عملاق يا شباب، كلمة السر عملاق يا أساطير، اكتبوا كلمة عملاق تحت. بس كذا كلمة عملاق الحالة كذا بدون شيء، عملاق. يا سلام عليكم، ولا أحد يكتب لنا كلمة السر. ساتر، ترى انا مشغل السرعة الفائقة كذا، مخليه الحالة بالملعب. الشباب هذا ترى اعتقد انه ما له تأثير، نشيله. ايوه خليه الحالة، مزاجه. 9 مليون تفجير، 250,000 فلوس جماعة. اسطوري والله، ما عنده التي، ما عنده اي شيء. ما ادري، الظاهر انه ما يحتاج التي، هو الالتية منه وفيه، التية من الله يا شباب. الدعس، شوف الدعس، شوف الدعس. تعلم يا مدير، تعلم يا مدير. يا ساتر على الدعس يا جماعة. ترى يعني وات، شفتوا كمية الدوائر ترى انا منبهر من الشخصية صراحة. شفت راوند 140 دعس منطاد مدرع، دعس امه ما يشوفه شيء. يا جماعة انا منصدم من حجم الشخصية كذا، عملاقة مرة يعني كبيرة كذا، عرفتوا؟ ماني متعود كذا الشخصية تكون بهالضخامة هذه، خصوصا ان شاء الله تكونوا فاهمين يا شباب. راوند 150 دعس فيه خلاص، لانه وش هو نعايركم بالساحر يا شباب. الساحر راوند 135 اندعس، هذا ما اندعس، هذا يعني قوي، عرفتوا؟ 150 واظنها ايزي بيزي يا شباب، اظنها ايزي بيزي، يعني ما راح بالضبط ياثر على شيء. يا سلام، كذا تحتسي الشاي شباب. هذا لو نجربه مع بوس اظن بقس وجهه، الله العظيم صدق والله اظن يبقس وجهه يا عيال. كذا يدعس وجهه دعس، طشر وجهه تشير كذا، طع طع. ايوه كذا يقول له تعال اعلمك الادب، تعال اربيك كذا يقول له. ما تأدبت؟ لا ما تأدبت، تعال انا بأدبك. بالضبط، شوف الدعوس يا شباب، شوفوا الدعوس يا شباب، شوفوا اللي جالس يصير يا شباب. يا ساتر يا ساتر، دعس دعس. يا ساتر والله العظيم انه مو طبيعي، يعني لحد الان انا ما شفت احد قرب عنده هو. راح اخلي رشفته من الشاه يا شباب، انا ما شفت يعني بالضبط شخصية قربت منه مرة اصلا. انا قاعد اسمع الدمج وهم ما طلعوا، هم بريتسبون قاعد يدمجون يا شباب. يا ساتر يا ساتر، الله اعلم
يعني سرعة فائقة، وبالعادة السرعة هذه يعني تكون سبب خسارة ان اشياء تمر كذا بسرعة، لكن لحد الان انا مو شايف شيء اساسا قادر يمر بسرعة. فهمتوا يعني توقعاتي 200 وحنا نضحك وحنا كذا نطقطق يا عيال، وحنا نطقطق بالضبط. يا جماعة قاعد اتخيل لو اقاتل بوس هذه الشخصية وين راح نوصل؟ وين راح نوصل؟ يعني ما ادري البوس يعني وش كيف راح يصمت؟ ينفجر؟ او انه يمر مرور الكرام و... والله انه مرعب يا عيال، والله انه مرعب، والله بدون مبالغة يعني مرعب مرعب. يا ساتر، شوف الدعس يا عيال، شوف الدعس يا عيال، شوف الدعس يا عيال. راوند 180 ايزي بيزي، ايزي بيزي، دعوسي دعوسي. وسرعة فائقة، يعني المفروض كذا هذه السرعة الطبيعية، هذه السرعة الطبيعية يا عيال. هنا يعني 5 أضعاف السرعة، هنا 10، هنا 25 يا مدير، هنا تفجير. هذه فائقة الفائقة ترى، هذه فائقة الفائقة. شو اللعبة راح تنفجر والله، اللعبة راح تنفجر صدقوني. يا رب انه ما يصير مشاكل، يا رب انه ما يصير مشاكل، يا رب انه ما يصير مشاكل، يا رب انه ما يصير مشاكل. اعتقد انه كويس، لا اعتقد انه كويس، اعتقد انه تمام. راوند 190 بدون يعني تهديدات، الميتين بالمخبة انا متأكد، يعني انا متأكد، مع انه راح يجينا المنطاد المدرع راح يكون مرة قوي، لكن راح ندعسه. نحن نستطيع يا شباب، نحن نستطيع، نحن نقدر، نعم نحن نقدر. انا قاعد احط الشخصية تحت الضغط النفسي ان اخليها لحالها وتدعس ام الدنيا، يا انها توصل راوند عالي يا انها تندعس. فلا ان شاء الله انه يوصل راوند عالي. اوكي 99، اوكي نبطأ الحين لان راوند 200 يجينا المنطاد التريلالو الاسطوري اللي المفروض انه يندعس، اللي هو هذا اكثر واحد هو قدر يقرب واندعس، وهذا الثاني واندعس. حطوني مدفع، ايوه كسر ارقام الشخصيات السابقه يا شباب. والله مو سهل، والله مو سهل، والله انه اسطوري صدق، اقسم بالله انه مو طبيعي يا عيال، اقسم بالله انه مو طبيعي. يا جماعة، يا جماعة شوفوا القوة، ايوة شوف الكمية، شوف الكمية اللي جت محقهم. الحالة لا تنسونا الحالة، ايوة يجون يرجعهم، ارجعوا يجون يقول ارجعوا، احنا جايين، لا ارجعوا، ارجعوا والله العظيم، لا سريع سريع، ايوه انت البنفسجي المدرع الوحيد اللي يعني يا الله تستطيع. يا شباب ترى قاعد يطلع فلوس طول الوقت، خلينا نشوف كيف طلعنا فلوس. 1,000,000، اوكي جاب نص قيمته بدون مصاريف الشحن يا شباب، نص قيمته بدون مصاريف الشحن، مصاريف الشحن اللي هم الثلاثة اللي جمعناها مع بعض. ايوه 209 يا جماعة، والله العظيم مو سهل صدق، والله مو سهل. شغل لي سرعة، لا وعطني فائقة بعد، أيوة من يقدر يخسره؟
منو يستطيع يا عيال؟ يا جماعة 215 ولا أحد قادر عليه، ولا أحد قادر عليه. قاعد يقول دعس دعس كذا من الآخر، يقول دعس دعس أنا أبيكم كذا من الآخر، دعوسي دعوسي. شو اغتيال هذا؟ 220 بسرعة فائقة، اللي هي أساسا تكون يعني سبب خسائر عظيمة. أيوة خليها على الخمسة ونشوف. أيوة وين راح نوصل يا عيال؟ وين راح نوصل؟ هنا الكلام، هنا الكلام. هذا أكثر واحد قرب. أيوة هنا، هنا أحس في كذا يعني. أيوة لا جيبوا كثير من المدرعين البنفسجيين، كثير أكثر أكثر، كثروا يا شباب، بحبحوها بحبحوها. الله الله. أيوة يا سلام، شوفوا يا شباب والله العظيم انه خرافي والله، يعني غير انه عملاق وقاعد يشب نار ولابس فرو خروف وكذا وشكله الغريب العجيب، تمام، بس اسطوري اسطوري اسطوري. هذا يقول لك انت تخليك تكسر ارقام كذا، تكسر ارقام من الاخر. بوس يدعس امه، بس كيف اجمع فلوس عشان اقدر اتحدى البوس؟ وش الفلوس اللي لازم اجمعها؟ شوف 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 المناطيد، شوف الكمية، وقاعد يلعب فيهم اصلا، قاعد يسوي فيهم بولينج كذا، يقربون فجرهم. هذا اللعب يا مدير، كذا الشخصيات ولا بلاش؟ كذا يا جماعة نقول نبي منطاد جديد، نبي منطاد جديد، نبي شيء قوي، نبي منطاد حديدي كذا، هليكوبتر يجي كذا، عرفت؟ تسوي له خطة ولا شوف الحالة، ترى قاعد يدعس. ها شباب تذكروا ان الحالة، تذكروا كمية المناطيد البنفسجية اللي قاعد تمر وماكو فايدة، تذكروا الابداع اللي الحين هو قاعد يسويه، تذكر كيف يعني تحمل لود وسرعة فائقة اصلا، بس حاليا انا حاط السرعة 5 أضعاف بس مو فائقة. بدوا يتقدمون، يعني نتوقع ان نوصل راوند 300، خلنا نعطيها فائقة عشان نعدي كذا راوند. ايوة ايوة ترى هذه فائقة فائقة، شوف شوف اللود، شوف اللود يا عيال، الله يسر الله يسر. انا خاف من اللود هذا انه تكرش اللعبة، فنخفف الفائقة، خلنا على 10 أضعاف. السرعة كويس عشان ما نلقم يا شباب، عشان ما نلقم يا شباب. يا ساتر يا ساتر، صدق الوضع دعس يا عيال، دعس والله والله دعس. يا ساتر، لا نستطيع ان شاء الله، ان شاء الله نستطيع، ان شاء الله نستطيع. هي مدير عطها، هي مدير بحبحها، اي يا مدير. 250 250 وعديناها، 250 وعديناها، والله انها اسطورة يا عيال. شال تقريبا 150 راوند الحالة، خلينا نقول ان نزلناه براوند 100، ف 150 راوند، راوند 112 140 راوند. يا سلام، بدأ يندعس شوي ولا تهيالي؟ لا أظن تهيالي، أظن تهيالي، لأنه والله العظيم مو طبيعي، والله مو طبيعي يا عيال. أيوة وترى الماب يعتبر إكسبرت، يعني شو يعني مو متقدم، كيف يعني مو مبتدئ، الأعلى منه بالضبط. أيوة عطنا 5 أضعاف السرعة عشان نقدر نركز على الدعس اللي يصير. ترى قامت تجي الحين، الحين بدأ يندعس، هنا التحدي يا عيال،
نوصل 300 ولا لا؟ نوصل 300 ولا لا؟ هنا التحدي، نستطيع او لا نستطيع؟ ما ادري يعني، انا توقعي 280 اظن، يعني يمكن يخسر فيها، ممكن ها، يعني الحين انا مو واثق يعني. بالضبط يا عيال، لكن ان شاء الله نستطيع، ان شاء الله اننا نستطيع، يا رب اننا نستطيع. يو ساتر، 260 يا جماعة، دعس والله، دعس يا ساتر. عدى والله، مو سهل يا عيال، والله انه مو سهل ترى، عدى. احنا انا اتوقعي بالثمانين، 280 اتوقع، يعني توقع الشخصي يا عيال، توقع الشخصي، وان شاء الله ان يعني ننجح فيه. يا ساتر، كمية الهجوم خرافية جماعة، ترى 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 مو طبيعي اللي قاعد يصير، مو طبيعي والله اللي قاعد يصير. ايوه، شوف يا عيال، شوف يا عيال الرسبون كيف كذا لود في مذبحة. المنطاد المدرع صار اقوى من اول، هذا اللي لاحظته الحين. 266 الاخضر لاقم، بس البنفسجي المدرع لا والله قوي، والله قوي ما شاء الله. نعم تستطيع. ايوه، هذه الهجمة تخوف يا عيال، والله عداها، والله عداها. يلا 70 لا نوصل 70 ان شاء الله ان نقدر. ترى اعتقد اذا راح ينهزم من المناطيد السود، اللي لما ينفجر البنفسجي هذا يطلع منه المناطيد السريعه جوف، تعطينا الخدعه. 70 خربت اللود يا جماعه، 70 والله ناوينا بال70، والله ناوينا. عدى ولا لا؟ يا ساتر، ما ادري اذا نوصل 280 ولا لا، والله ما ادري، بس انا يعني اتوقع ان نستطيع 280، نستطيع 280 ان شاء الله نستطيع يا شباب، ارجوك انت تستطيع يا رجل. 7 راوندات تعديت اللي اقوى منها. ايوه يا ساتر يا شباب، لما يجي المدرع، البنفسجي المدرع يخربط ام الدنيا، بس البنفسجي عادي لا يلقم، يلقمون عادي، اخضر مدرع يلقم، اللي قاعد يخربط الدنيا البنفسجي المدرع. ايوه هذا يا شباب، يا ساتر، كم واحد؟ ثلاثة. يستطيع ولا لا يستطيع؟ ارجوك لقمنا يا شباب. ويت، الرقم هذا انا ما اعرفه كم، ما ادري كم، بس اقسم بالله اسطوري، اقسم بالله خرافي يا جماعة، بس انه غالي جدا. وصلنا هنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله ان عجبتكم والشخصية عجبتكم، ولا تنسون يا شباب الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات، ونشوفكم يا شباب بحلقة جديدة.